كل مقاتل بحاجة ماسة لتمارين القوة والتحمل لرفع مستواه في القتال. في هذا الفيديو راح تتعلم كيف تعمل برنامج تدريبي متكامل خاص فيك. كثير منكم طلبوا مني هذا الفيديو لوقت طويل جدا، اخيرا قررت اني اعمله، بس عشان تفهموا الفيديو ضروري تحضروه للاخر وما تمرقوا عن اي نقطة. اعملوا لايك وسبسكرايب على الدوزر لاب عشان تشوفوا محتوى بخص الرياضة والصحة والفنون القتالية المختلطة. تمارين القوة والتحمل حجر أساس مهم لأداء اللاعب في جميع الرياضات. في الألعاب القتالية لو جبنا لاعبين بنفس المستوى المهاري، واحد منهم فقط بلعب لعبته القتالية وواحد منهم بلعب لعبته القتالية وبضيف عليها ألعاب قوة وتحمل، وتحدوا بعض في قتال، مين راح يتغلب؟ أكيد راح يتغلب اللاعب اللي بيعمل إضافة على المهارات تمارين القوة والسرعة والتحمل. وهذا مثال بسيط بوضح قديش تمارين القوة والتحمل مهمة في حياة المقاتل. راح نقسم أنواع التمارين اللي بيحتاجها أي مقاتل لقسمين، واحد تمارين القوة واثنين تمارين التحمل. والمقصد في تمارين القوة هي تمارين الأوزان العالية وتمارين القوة الانفجارية. اثنين تمارين التحمل هي تمارين تحاكي جولات القتال وتشغل بشكل أساسي عضلة القلب. بما أنه فهمنا أنواع التمارين اللي إحنا بنحتاجها، هلأ بدنا نقسم هاي التمارين لأربع أقسام. واحد تمارين الجزء العلوي، اثنين تمارين الجزء السفلي، ثلاثة تمارين التحمل، وأربعة تمارين القوة الانفجارية. تمارين الجزء العلوي زي بنش بريس، روز، بول أبس، ديبس، شولدر بريس، سناتش. تمارين الجزء السفلي زي ديد ليفتس، سكواتس، كيتل بيل سوينجز، لانجز، سنجل ليج سكواتس، فارمر ووكس. تمارين التحمل مثل الركض، استخدام الاسلت بايك، لعب في الاوزان على طريقة الكروسفيت، عمل جولات باستخدام وزن الجسم تحاكي جولات القتال، وأخيرا تمارين القوة الانفجارية. تقدر تلعبهم في أي وقت سواء في تمارين الجزء العلوي أو السفلي أو التحمل. والمقصد في القوة الانفجارية هي قدرتك على الانطلاق في أقصى قوة بأقل زمن ممكن. تقدر تعدل على أي تمرين عشان يخدم القوة الانفجارية، مثلا تمرين السكوات بتقدر تعدل عليه يصير سكوات مع قفز. طبعا كل تمرين أنا ذكرته بتقدر تعمله بأكثر من وجه وبطرق مختلفة، والتغيير بصير حسب حاجتك وحسب مستواك الرياضي. فهمنا أنواع التمارين وإيش التمارين اللي إحنا بنحتاجها، هلأ راح نتعلم كيف نبرمج هاي التمارين في جدولنا الأسبوعي كمقاتلين. راح أعطيكم مثالين. أول مثال مقاتل بتدرب لعبته القتالية 3 مرات أسبوعياً، وتاني مثال مقاتل بتدرب لعبته القتالية 5 مرات أسبوعياً. اليوم الأول تدريب قتال، اليوم الثاني جزء علوي، اليوم الثالث تدريب قتال، اليوم الرابع جزء سفلي، اليوم الخامس تدريب قتال، اليوم السادس تحمل، واليوم السابع راحة. أما بالنسبة لمقاتل بتدرب 5 مرات أسبوعياً، أول يوم تدريبي بيكون تدريب قتال زائد جزء علوي، ثاني يوم تدريب قتال فقط، ثالث يوم تدريب قتال، اليوم الرابع تدريب تحمل، اليوم الخامس تدريب قتال، واليوم السادس تدريب قتال زائد جزء سفلي، واليوم السابع راحة. فيش مشكلة يكون التدريب أكثر من مرة في اليوم، ولكن في بعض الأمور يجب أخذها في عين الاعتبار. مراعاة وقت بين التدريب والآخر، أقل شيء 3 ساعات مع تناول وجبة غنية في الكربوهيدرات. 2 عدم عمل تمرينين بشدة عالية بنفس اليوم، يعني إذا بدي أعمل تمرين الصبح بشدة عالية، التمرين اللي بدي أعمله لاحقا بده يكون بشدة أخف. 3 مراعاة الاستشفاء وشرب الماء الكافي والنوم الكافي. أكيد هلأ تتساءلوا كيف تلعبوا هاي التمارين وإيش العدات والتكرارات المناسبة. اليوم الأول يوم الجزء العلوي، بنش بريس 8 أو 10 تكرارات في 4 جولات، روز 8 أو 10 تكرارات في 4 جولات، بول أبس 8 أو 10 تكرارات في 4 جولات، 4 تمرين الدبس 12 ل15 تكرار في 3 جولات، 5 رح نعمل سوبر ست يعني تمرينين مع بعض، شولدر بريس 10 تكرارات مع ضغط انفجاري 6 ل8 تكرارات ل3 جولات،
وآخر تمرين راح نعمله هو تمرين السناتش 30 تكرار في جولتين. اليوم الثاني يوم الجزء السفلي، ديد ليفت 8 في 4 جولات، سكواتس 8 في 4 جولات، لنجز 12 في 4 جولات على كل رجل. التمرين الرابع سوبر سيت فارمرز ووك 30 متر مع 10 تكرارات كتل بالسوينج في 4 جولات. خمسة آخر تمرين الجلوس على الحائط أو وول سيت دقيقة لثلاث جولات. واليوم الثالث يوم التحمل راح نشتغل جولات تحاكي جولة القتال، وراح ناخد مثال قتال 3 دقائق. راح تكون الجولات 30 ثانية شغل و 30 ثانية راحة حسب مدة القتال. بختار 3 تمارين لست جولات، أول تمرين بيربيز، ثاني تمرين أسلت بايك بأقصى سرعة طبعاً، وثالث تمرين بول سلامز. بعدين بريح دقيقة، هيك بكون اشتغلت توتال 3 دقائق مثل مدة القتال. ممكن ندخل أي تمرين مع وزن، فيش مشكلة، ولكن يجب أن يكون الوزن خفيف ويمكنك أنك تستمر فيه لـ30 ثانية. وطبعاً بتغير أوقات العمل والراحة حسب مستواك الرياضي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا في عندكم أي أسئلة اكتبوها في التعليقات تحت، وأنا راح أكون حاضر وأجاوب عليها كلها. سلامات.